السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناتنا شاكب راكب، أهلا وسهلا بحضراتكم، كل عام وحضراتكم بخير. النهاردة فيديو جديد من فيديوهاتنا، وهنتكلم النهاردة عن تحديث بطاقات التموين برقم التليفون لعام 2022. هنتكلم معاكم إزاي نحدث البطاقة التموين، وهنقول لكم إيه المطلوب ونحدثها إزاي. اول حاجة النهاردة ان بطاقة التموين اللي هتتحدث، اللي هو مكتوب في الورقة اللي بتطلع من الخبز ان هو مطلوب تحديث للبيانات، مش كل البطاقة. البطاقة اللي حضرتك وحضرتك بتصرف العيش هتلاقي في الورقة اللي بتطلع لازم يبقى مكتوب فيها تحديث بطاقة التموين، هو ده بس اللي مطلوب منه ان هو يحدث بطاقة التموين. هنحدثها ازاي بقى؟ بصوا بقى حضراتكم، خليكم معايا كده وركزوا. تحديث بطاقة التموين هو كل أكترية الناس أو كل الناس بيقولوا إن في تحديث من خلال موقع دعم مصر اللي هو على الإنترنت. أنا هتلاقونا في الفيديو جايبين الموقع وهنعرفكم الموقع عليه إيه، بس التحديث ده مش من خلال الموقع، التحديث ده من خلال إن حضرتك لازم تروح مكتب التموين. مفيش تحديث من خلال موقع دعم مصر زي ما ناس كتير قوي بتقول، وناس كتير عاملة فيديوهات ان التحديث من خلال موقع بنك دعم مصر، التحديث من خلال مكتب التموين. هنقول لحضراتكم ايه المطلوب دلوقتي معانا، ركزوا معانا كده، وانا هنزل لكم صورة بالمطلوب، وهتلاقوا في صورة موجودة في الفيديو بالمطلوب. زي ما حضراتكم شايفين معانا، دي الاوراق المطلوبة لتحديث البطاقة. زي ما حضراتكم شايفين معانا كده، صورتين لبطاقة التموين وصورتين لبطاقة الرقم القومي اللي باسمه بطاقة التموين، بون الخبز اللي عليه الرسالة اللي مكتوب عليها تحديث بطاقة التموين، رقم المحمول اللي صاحب البطاقة للبطاقة باسمه، طبعا دوسيه ورق واستمارة خاصة بطلب التعديل والإقرار المرفق مع الاستمارة، ده الكلام المعروف. بس برضو زي ما بقول لحضراتكم، ده الورق المطلوب. أهم حاجة في الموضوع ده كله ان لازم يكون صاحب البطاقة عنده رقم موبايل متسجل في اي شركة من شركات الاتصالات باسمه، لازم يكون صاحب البطاقة عنده رقم موبايل متسجل في شركة الاتصالات باسمه، ايا كان بقت الشركة، شركة فودافون، موبينيل، اتصالات، وي، اي شركة لازم يكون صاحب البطاقة عنده خط مسجل باسمه. طيب لو صاحب البطاقة الموبايل بتاعه مش متسجل باسمه، يشوف متسجل باسم مين ويروح معاه ويعمل له تنازل عنه، او بيروح لشركة المحمول اللي هو تابع ليها، لشركة الاتصالات اللي تابع ليها الخط، وبيبقى في بيانات كده بيطلبوها عشان يتأكدوا ان انت المستخدم بتاع الخط عشان يسجلوا الخط باسمك، وده الشرط الاساسي لتحديث البيانات. لو ما الشرط ده، لو ما فيش رقم موبايل متسجل باسم صاحب البطاقة، البطاقة هتتوقف، ده الشرط الأساسي. خلي بالنا يا جماعة، ضروري جدا موضوع تسجيل الخط باسمك في شركة المحمول. طيب لو صاحب البطاقة متوفي وهم ورثة، بيبقى اللي بيقدم رقم الموبايل اللي هو رب الأسرة التاني، أو اللي بيجي بعديه في المرتبة على طول. زي ما قلت لحضراتكم، مفيش تسجيل من خلال النت، لازم تاخد الأوراق والرقم التليفون المسجل في شركة المحمول أو شركة الاتصالات وتروح لمكتب التموين. مفيش تسجيل من خلال موقع دعم مصر، واحنا دلوقتي هنفتح مع بعض موقع دعم مصر بحيث ان احنا برضو تبقوا شايفين الموقع ان هو مفهوش اي حاجة بتخص التسجيل او تحديث البيانات. هنفتح دلوقتي الموقع بتاع دعم مصر وهنشوف نستخدمه ازاي. طبعا احنا بندخل على الانترنت، بنكتب على جوجل دعم مصر، هيظهر هيطلع لنا الصفحة على طول، او هيطلع لنا ادي الصفحة زي ما حضراتكم شايفين، ادارة دعم مصر. زي ما حضراتكم شايفين مفيش اي حاجة بتخص موضوع تحديث البيانات، ادي القايمة خدمات تموينية للمواطنين، رأي المواطنين بالمخبز، مفيش اي حاجة بتخص التحديث خالص. ودي يعني انا بفتح لحضراتكم عشان تشوفوا، ادي استعلام عن مكاتب التموين، منظومة الشكاوي الحكومية، يعني مفيش حاجة بتخص التحديث نهائي. انا بس بوري لحضراتكم عشان خاطر بس ايه اللي بيقول ان التسجيل او التحديث من خلال موقع دعم مصر.
يا ريت بقى الناس كلها زي ما قلنا تعمل وتحول بسرعة، لأن هو المدة 2 أسبوع للتحديث. هو في محاولات إن لعمل التحديث من خلال الإنترنت عشان الزحمة في المكاتب التموين، بس لحد دلوقتي مفيش أي حاجة بتقول إن ده حصل. ولو في حاجة زي كده هنعمل فيديوهات ونبعت لحضراتكم إزاي نحدث من خلال الموقع. يا ريت يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش اللايك للفيديو لو عجبكم، ولو مش مشتركين في القناة نفعل الجرس، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.